شهر رجب، شهر شريف، وهو شهر الاستغفار وأداء الأعمال العبادية، فيه ثواب عظيم. المناسبات الإسلامية: اليوم الأول، وهو على قول يوم ولادة الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام سنة 57 هجرية في المدينة المنورة. اليوم الثاني، على قول إنه يوم ولادة علي بن محمد الهادي عليه السلام سنة 212 هجرية. اليوم الثالث، يوم استشهاد الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام مسموماً سنة 254 هجرية، وعمره 42 سنة في سامراء بأرض العراق. اليوم العاشر، على قول يوم ولادة الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام سنة 195 هجرية في المدينة المنورة. اليوم الثالث عشر، يوم ولادة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام سنة 23 قبل الهجرة، بعد 30 سنة من عام الفيل، ولد داخل الكعبة المشرفة. اليوم الخامس عشر، وفاة السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب عليه السلام بطلة كربلاء. اليوم الخامس والعشرون، استشهاد الإمام موسى بن جعفر القاظم عليه السلام سنة 183 هجرية في القاظمية بأرض العراق، وله من العمر 55 سنة. اليوم السابع والعشرون، عيد مبعث الرسول محمد صلى الله عليه وآله وهبوط جبرائيل عليه السلام عليه بالرسالة. الصيام، الصيام ولو يوما واحدا، ويستحب الصيام ثلاثة أيام. فعن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: من صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن صام ثلاثة أيام وجبت له الجنة. الاستغفار: أولا، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: رجب شهر الاستغفار لأمتي، فأكثر فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم. ويسمى الرجب الأصب، لأن الرحمة على أمتي تصب صبا فيه، فاستكثر من قول أستغفر الله وأسأله التوبة. ثانيا، يقول 70 مرة بالغداة و70 مرة بالعشي: أستغفر الله وأتوب إليه. وبعد الانتهاء يقول: اللهم اغفر لي وتب علي. ثالثا، يستغفر في هذا الشهر 100 أو 400 مرة قائلا: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأتوب إليه. رابعا، يستغفر في هذا الشهر 1000 مرة قائلا: أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام. وروي أنه من لم يقدر على الصيام في شهر رجب يسبح في كل يوم 100 مرة بهذا التسبيح لينال أجر الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الإله الجليل.
سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الأعز الأكرم، سبحان من لبس العزة وهو له أغن، برحمتك يا أرحم الراحمين. بعض الأدعية اليومية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين، لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد. اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. خاب الوافدون على غيرك، وخسر المتعرضون إلا لك، وضاع الملمون إلا بك، وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. بابك مفتوح للراغبين، وخيرك مبذول للطالبين، وفضلك مباح للسائلين، ونيلك متاح للآملين، ورزقك مبسوط لمن عصاك، وحلمك معترض لمن ناواك، عادتك الإحسان إلى المسيئين، وسبيلك الإبقاء على المعتدين. اللهم فاهدني هدى المهتدين، وارزقني اجتهاد المجتهدين، ولا تجعلني من الغافلين المبعدين، واغفر لي يوم الدين. اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك، وعمل الخائفين منك، ويقين العابدين لك. اللهم أنت العلي العظيم، وأنا عبدك البائس الفقير، وأنت الغني الحميد، وأنا العبد الذليل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وامنن بغناك على فقري، وبحلمك على جهلي، وبقوتك على ضعفي، يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وآله الأوصياء المرضين، واكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا المنن السابغة والآلاء الوازعة والرحمة الواسعة والقدرة الجامعة والنعم الجسيمة والمواهب العظيمة والأيادي الجميلة والعطايا الجزيلة، يا من لا ينعت بتمثيل ولا يمثل بنظير ولا يغلب بظهير، يا من خلق فرزق وألهم فأنطق وابتدع فشرع وعلى فارتفع وقدر فأحسن وصور فأتقن واحتج فأبلغ وأنعم فأسبغ وأعطى فأجزل ومنح فأفضل، يا من سما في العز ففات نواظر الأبصار ودنا في اللطف فجاز هواجس الأفكار، يا من توحد بالملك فلا ند له في ملكوت سلطانه، وتفرد بالآلاء والكبرياء فلا ضد له في جبروت شأنه، يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام وانحسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار الأنام، يا من عنت الوجوه لهيبته وخضعت الرقاب لعظمته ووجلت القلوب من خيفته، أسألك بهذه المدحة التي لا تنبغي إلا لك وبما وأيت به على نفسك لداعيك من المؤمنين وبما ضمنت الإجابة فيه على نفسك للداعين،
يا أسمع السامعين وأبصر الناظرين وأسرع الحاسبين. يا ذا القوة المتين صل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته، واقسم لي في شهرنا هذا خير ما قسمت، واحتم لي في قضائك خير ما حتمت، واختم لي بالسعادة في من ختمت، وأحيني ما أحييتني موفورا، وأمتني مسرورا ومغفورا، وتولى أنت نجاتي من مساءلة البرزخ، وادرأ عني منكرا ونكيرا، وأرع عيني مبشرا وبشيرا، واجعل لي إلى رضوانك وجنانك مصيرا، وعيشا قريرا، وملكا كبيرا. وصل على محمد وآله كثيرا. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك، أعضاد وأشهاد ومناد وأذواد وحفظة ورواد، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك أن تصلي على محمد وآله، وأن تزيدني إيمانا وتثبيتا يا باطنا في ظهوره وظاهرا في بطونه ومكنونه، يا مفرقا بين النور والديجور، يا موصوفا بغير كونه
ومعروفا بغير شبه، حاد كل محدود وشاهد كل مشهود وموجد كل موجود ومحصي كل معدود وفاقد كل مفقود، ليس دونك من معبود، أهل الكبرياء والجود، يا من لا يكيف بكيف ولا يؤين بأين، يا محتجبا عن كل عين، يا ديموم يا قيوم، وعالم كل معلوم، صل على محمد وآله وعلى عبادك المنتجبين وبشرك المحتجبين وملائكتك المقربين والبهم الصافين الحافين، وبارك لنا في شهرنا هذا المرجب المكرم وما بعده من الأشهر الحرم، وأسبغ علينا فيه النعم وأجزل لنا فيه القسام وأبرز لنا فيه القسام، باسمك الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي وضعته على النهار فأضاء وعلى الليل فأظلم، واغفر لنا ما تعلم منا وما لا نعلم، واعصمنا من الذنوب خير العصام، واكفنا كوافيا قدرك، وامنن علينا بحسن نظرك، ولا تكلنا إلى غيرك، ولا تمنعنا من خيرك، وبارك لنا فيما كتبته لنا من أعمارنا، وأصلح لنا خبيئة أسرارنا، وأعطنا منك الأمان، واستعملنا بحسن الإيمان، وبلغنا شهر الصيام وما بعده من الأيام والأعوام، يا ذا الجلال والإكرام، بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. تقرأ في نهاية كل صلاة في شهر رجب: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة،
أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم خذ لحيتك بيدك اليسرى وتحرك سبابتك اليمنى وقل: يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار. سابعا، يصلي في هذا الشهر 60 ركعة، يصلي منها في كل ليلة 2، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وسورة قل يا أيها الكافرون 3 مرات وقل هو الله أحد 1، فإذا انتهى من كل صلاة يدعو بهذا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله. ثامنا، صلاة 2 في كل ليلة من رجب، في كل ركعة الحمد مرة و50 مرة قل هو الله أحد سورة التوحيد. تاسعا، صلاة في كل ليلة 10 ركعات، في كل ركعة سورة الحمد وسورة قل يا أيها الكافرون 11 مرة، سورة التوحيد قل هو الله أحد 3 مرات، كل ركعتين بتسليمة. عاشرا، قراءة سورة الحمد وآية الكرسي وسورة الكافرون والتوحيد والفلق والناس كلها 3 مرات، أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويقول 3 اللهم صل على محمد وآل محمد، و3 اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ويقول 400 مرة أستغفر الله ربي وأتوب إليه، ومن فعل ذلك غفر الله له ذنوبه، وإن كانت عدد قطر الأمطار وورق الأشجار وزبد البحار حسب قول رسول الله صلى الله عليه وآله. 11، قول لا إله إلا الله 1000 مرة في كل ليلة. 12، قراءة سورة التوحيد 10,000 مرة أو 1,000 مرة أو
100 مرة في شهر رجب، يمكن للإنسان أن يوزع ذلك على أيام الشهر. 13. التوجه أيام رجب بهذا الدعاء: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجاب، وأتقرب بهما إليك خير القرب، يا من إليه المعروف طلب وفيهما لديه رغب. أسألك سؤال مقترف مذنب قد أوبقته ذنوبه وأوثقته عيوبه، فطال على الخطايا دؤوبه ومن الرزايا خطوبه، يسألك التوبة وحسن الأوبة والنزوع عن الحوبة ومن النار فكاك رقبته، والعفو عما في ربقته، فأنت مولاي أعظم أمله وثقته. اللهم وأسألك بمسائلك الشريفة ووسائلك المنيفة أن تتغمدني في هذا الشهر برحمة منك واسعة ونعمة وازعة، ونفس بما رزقتها قانعة إلى نزول الحافرة ومحل الآخرة وما هي إليه صائرة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يستحب زيارة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في خراسان. يستحب الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة. يستحب صيام يوم من رجب والصلاة 4 ركعات، كل ركعتين بتسليمة يقرأ في الركعة الأولى آية الكرسي 100 مرة بعد الحمد، وفي الثانية 200 مرة قل هو الله أحد بعد الحمد. صيام 3 أيام من هذا الشهر، يوم الخميس والجمعة والسبت.